في سمار وتنجي في يوت نم بشيري نم بنفما اسواب تتري يا سجي كبول الفاعل الأمين لا يخزى أجرته حتما خير الجزاء وإذا قسم النصيب أجزاء فقسمه حقا هو الأوفى بطرس الرسول من بيت صيدا بالجليل صارت شهيرة وكانت له غيرة شديدة في حب ملكوت السماوات تمشى يسوع إمانوئيل على شاطئ بحر الجليل فرأى بطرس ذا حب جزيل حسن الأفعال طيب النية ثم إنه وجد عند راوس محبا للرب القدوس وكان وأخوه سمعا بطرس صيادنا في أحقار صناعة صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البرقليط روح الحق المعزي آمين الليلويا كذبهما إليما سياس ليكون صيادنا للناس ويصيد الأمم والأجناس بشباك لاهوت رب فدعاهم ولبوا نداء أطاعوا واتبعوا خطى فأعطاهم مفاتيح ملكوت السماوات خصاهم بالدعوة إلى الإيمان وعطاهما القوة والسلطان فتقوا وأصبحوا
أصبحوا شجعا بيسوع صاحب العزم والهيبة. وغيرهم واحد من الآب بيا. فنطق بطرس أعظم الشهادة صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي. آمين هللويا. ذاتك أنت ابن من إله خالق ما يرى وما لا يرى. أنت هو مبدع الموجود. ربنا مدحوا وقال لست أنت المتكلم برضاك، لكن أبي الذي أعطاك. أنت تكلم بأسرار خفية، زودك الأب بنور الإيمان، وليس باللحم والدم الإعلان. أنت بطرس وعلى هذا البيان أبني كنيستي بيت الخير. سوف أقيم أقوم على القطيع، وهو لكم يخضع ويطيع. تحل وتربطون بحسن صنيع، وأنا أعطيكم تأييدا بسبب. صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح آمين هللويا. شرفكم يفوق كل صفات، وشهادتكم في جميع الجهات. قد منحتكم أعلى درجات، ومن يحتقركم ينال العقوبات. صرتم ليا من الآخر
الصاد وعلى خرافي خير رقابا فأنتم تلاميذ الأمانة تنالون أجر من السماء معبود وصار للمسيح من الجنون وصلى بنيرون الطاغي الجحود عدو يسوع رب إقبال لميراث ملكوت الرب المتعال وفاز بالإكليل بفرح في الحال واستحق الرفعة والتطويبة سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي آمين هللويا ظهر جندي آخر لي إيسوس لسان العطر حافظ الناموس يسمى شاول من طرسوس معاندا لطريق رب القوة عمل بتعاليم الآباء وحفظ التوراة والأنبياء وفق أقرب الأصفياء بحب الإله وهبة النعمة خمال المعلم ناموس لقنا بولوس كل الطقوس وبغير قيام تلاميذ القدوس وساقهم للحبس والضيق في إحدى المرات كان سائر لطريق دمشق وهو مسافر يتمشى كالأسد زائر على تلاميذ رب القوات صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي آمين.
السماوات فسقط على وجهه كالأموات وسمع صوتا ينادي بثبات شاول لماذا الاضطهاد كلمه يسوع غافر السيئات أنا هو منشئ الموجودات ارجع عن هذه تحديات فنهض ديار المخلوقات لم يبصر الذين كانوا معه شخص من كلمه وظهر له بل كصوت الرعد كان صوته فصاروا في رعب وحيرة مضى إلى حنانيا رسول ومعه الرجال في ذهول وبأمر الرب عمدوا بقبول بعد انصام عن الزلات صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا البركليت روح الحق المعزي آمين هللويا نادى الرسل بصوت مسموع وبشروا بين الجموع وصيرهم تلاميذ ليسوع وردوا الحياة للأموات هزموا نيرون في خمسة أبيب وقتل راعي وكاروس وطبيب بطرس تلميذ يسوع الحبيب وبولس رسول مبدع الكائنات ونحن أولاد البيعة نصيح ونقول إكراما ومديح السلام لبطرس الفصيح وبولس رسول رب القوات لا تنسانا يا إله بطرس وبولس بأبوستولوس أيها الملك الرب يسوع معطي
النعمة صانع الخيرات. يا من أرسل رسل أطهار وأقامهم وكلاء على الأسرار، أعطينا روحك يجري كالنهار، لأنك كنز صالحا صعد إلى أعلى سماوات وأرسل